السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع آخر مرض بيصيب الكتكوت في أول 10 أيام من عمره. هنتكلم النهاردة عن الإيفيان إنسفالوميلايتس. دوت فيرال انفكشن بيأثر لي على السنترال نيرفس سيستم بتاع السيفير سيفرال سبيشيز من البيردز. بيبقى فيها تريمورز واتاكزيا ويكنس وبتنتهي بباراليسز. بيكون الموربيديتي والمورتاليتي هنا عالية، ممكن تعدي 50%. الدياجنوز بيعتمد على الهيستوري والكلينيكال ساينس والهيستوباثولوجي والايزوليشن بتاع الفيروس، والفيروس دوت ليه لايف فاكسين عشان يمنع الانتقال العدوى للكتاكيت. المرض بيصيب اليونج تشيكن والتركي والكويل والبيجونز، والتركي بتكون لسه سسبكتابل للناتشرال انفكشن والاعراض بتكون فيها خفيفه. الفيروس اللي بيعمل لي المرض هنا اسمه التريمو فيروس، دوت من عيلة البايكورنا فيريدي. الانفكشن هنا بتبقى المود اوف ترانسميشن بيكون يا اما فيرتيكال او هوريزونتال. لو بريدر فلوك اتصاب اثناء الايج برودكشن، كل الاوف سبرينج اللي بتطلع من الفلوك دوت بتكون عندها انفكشن، وده هيعمل لي هاي مورتاليتي وهاي موربيديتي وخسائر كتيره في البيض. الفيروس دوت انتيروتروبيك ديزيز، فبيأثر لي على الانتستين وبيعمل لي شيدنج في الفيسز من ايام لاسابيع، وده بيساعد في انتشار العدوى. وكمان الفيروس مقاوم للانفيرومنتال كونديشن، بيقعد مده طويله في البيئه. بالنسبه للاعراض بيكون في اتاكزيا وتريمورز وويكنس، بينتهي بباراليسيس وريكومبنسي. لو الاصابه فيرتيكال بيبقى فيه اعراض بتبان من اول اسبوع بعد الفأس. في بعض الكتاكيت بتظهر عليهم الاعراض بعد الفأس على طول. اما لو الاصابه هوريزونتالي فعن طريق الفيكال اورال روت، بتبان متاخر عن الفيرتيكال، وهنا بتكون الاصابات عاليه او الوفيات عاليه بدايه الفيرتيكال وبعدها الهوريزونتال. العرض الاساسي هنا الاتاكزيا والليج ويكنس، بيختلف من ان الكتكوت بيكون قاعد على الهوك لحد الباراليسيس والريكومبنسي. بيكون في فاين تريمورز في الهيد والنك، دوت في البيرد بتكون كاركترستيك للمرض، عشان كده اسم المرض الابيديميك تريمورز او الارتعاش الوبائي. التريمورز هنا بتختلف في الفريكوانسي والسيفيريتي، وافضل حاجه عشان اشوفها ازاي لما اعمل اي اكزايتيشن للكتكوت، زي مثلا ان انا اقلبه على ظهره واسيبه يتعدل لوحده، ولما بحطه في ايدي بحس بالتريمورز ديت في ايدي. الطائر المصاب اصابه شديده بينام على جنبه وبيظهر التريمورز في الهيد والنيك والليج. الطائر المصاب هوريزونتالي بيبقى فيه الاعراض بتبان عند عمر 2 لـ4 اسابيع. الكلينيكال ديزيز هنا بيتطور في الفلوك في اول اسابيع من العمر، مع اكتمال 4 اسابيع بتكون الاصابه ظاهره كامله. الموربيديتي والمورتاليتي هنا بتتقاس على حسب الليفل بتاع الايك ترانسميشن والديجري بتاعت الاميونيتي في الفلوك، بس ساعات بتوصل تعدي 50%. بعد عمر 4 اسابيع الفراخ بتكون مقاومه للانفكشن، بس في اكسبشن هنا ان ممكن الاولدر تشيكنز بعد الفاكسينيشن تظهر عليها اعراض عصبيه بعد التحصين شبيهه لاعراض المرض. في البياض عندي بيحصل سادن دروب في انتاج البيض من 5 لـ10%. الموضوع دوت ممكن يقعد لحد اقل من 2 اسابيع وبعد كده بيرجع للنورمال، بس ما فيش تاثير على الاكشيل كواليتي. والهاتشابيلتي ممكن تنزل 5% اثناء قله الايج برودكشن. بالنسبه للبي ام، مفيش جروس ليجونز بتبان على البرين في البيردز المصابه، بشوف بس جراي او وايت فقاعي على الكات سيرفيس بتاع الماسل بتاعه الجزرد. وبعد اسابيع من الاصابه بلاقي اوباسيتي في الاي لينسز، ممكن تحصل بنسبة ضئيلة في التشيكن اللي هي خفت من الانفكشن. الإصابة بتاعت البرين بتكون مايكروسكوبيك، بتتشاف هيستوباثولوجيكال تحت الميكروسكوب. بالنسبة للبريفنشن بتاع المرض هنا عن طريق الفاكسينيشن، قبل اللينج بتاع الإيج بشهر، زي معظم التحصينات في البياض عشان خاطر تنزل في البيضة وتمنع وصول الانفكشن للبيض.
بيكون عن طريق immunization للبرويلر بريدرز بيلتس بالكوميرشال تشيكن امبريو بروبيجيتد لايف فاكسين. دوت بيمنعلي الفيرتيكال ترانسميشن للفيروس في البيضة، وبيديني maternal immunity. بدي التحصين عند عمر 8 اسابيع او اكتر، المهم انه يكون قبل بداية البيض باربع اسابيع. القطعان اللي بتطلع لي بيض المائدة دوت اللي احنا بناكله، من ان احنا منصوح ان احنا ندي فيها التحصين عشان خاطر المرض دوت بيقلل الايج برودكشن. التحصين ده غالبا بيكون مع كمان تحصين الفاول بوكس، وبيتاخد في الوينج ويب ستاب، اما موجود مع البوكس اما موجود مع البوكس والاي ال تي فاكسين. المرض دوت مش بينتقل للبني ادمين. بكده الامراض بتاعت اول 10 ايام من عمر الكتكوت تكون خلصت، بكتيريال وفيرال ومايكوتيك. باذن الله الفيديوهات الجايه هكمل بقيه الامراض في باقي الاعمار. اتمنى تكونوا استفدتم، وجزاكم الله كل خير.